تحية فجل الفاتحة نائبة رئيس مجلس إقليمي. تحية لكم ومبشر مبروكة، رمضان كريم. هذا المشروع اللي سبق لي وذكرت أنه غيكون أكبر مشروع وأضخم مشروع في مدينة المحمدية، صفت المغرب كله أكبر مشروع في المغرب كله. هنيئا الشباب المحمدية، هذه المدينة كتسهل منا الأكثر، كتسهل منا دائما نكونوا في صلب الموضوع، كتسهل منا أننا نبكوا الشباب ديالنا، لأن مدينة عزيزة وإقليم شاسع وكبير. دونك ما خلفته جائحة كورونا، من شفتوا كيفاش الناس كيفاش كيفاش ضروا، كيبان الآثار. هاد الشباب ان شاء الله بغيناهم حاملين شهادات، من بعد فكره غتولي ان شاء الله مشروع، غيولي مشروع كبير، المدينه غتزهر، لان الا جينا خدينا هاد المشاريع ان شاء الله اللي غيكونوا في المدينه من دابا على باوراش ولا بهاد البروجي الكبير اللي فرحانين به كله. الشغل دا فيه واحد شهور على ود هاد، هنيئا بهاد الكونفونسيون اللي اول كونفونسيون اول كونفونسيون كتسنى في مدينه المحمديه. صفت المغرب كله، لان غيكون واحد المركز في الداخله، غيكون واحد في الصويره، غيكون واحد في بني ملال. دونك حنا كنهنيو نفوسنا في هذا المركز الاول. تحيه لكم وتحيه لولاد المحمديه، كل مشاهد المحمديه. وكنتمنى من هاد المنبر ديالكم انني كنوجه بعدا واحد الرساله للمجتمع المدني والتعاونيات، انخرطوا في عمليه اوراش، راه محتاجين انهم يدخلوا في صلب. عندنا 1064 منصب شغل في المحمديه، دونك خصنا نكونوا كلنا صحافه، ديك مجتمع مدني، منتخبين، مسؤولين، باش الناس ينخرطوا جمعيات بقوه ويديروا لنا مشاريع كبرى في مدينه المحمديه. حنا محتاجين بزاف الحوايج، دونك ابسط حوايج في الاقليم ما كاينينش. دونك الا مشينا للشلالات ولا سيدي موسى مجدوب او سيدي موسى بن علي، حتى الطريق ما كايناش. دونك حنا بغيناهم يكونوا عقلانيين في التدبير ديال هاد الاوراش، ونستافدوا من هاد 1046 منصب. وهنيئا لنا كلنا، شكرا لكم، وعواشر مبروكه مره اخرى.